وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكد الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم النهام أن الممارسات القطرية تجاه بحارة البحرين تجاوزت الأعراف والقوانين ومبادئ حسن الجوار. ما نؤكده اليوم سواء نحن ككتاب أو إعلاميين أو وقبل ذلك كمواطنين بحرينيين، أن نحن نقف خلف قيادتنا في كل القرارات التي تمضي بها، ونحن نمثل سياسات الدولة العليا. نحن متى ما أمر جلالة الملك بأمر ما نحن نسير خلفه سمعا وطاعة بلا نقاش. اليوم عمودي الصحفي لجريدة البلاد حمل عنواننا الدولة التي لا تتخلى عن أبنائها، وهذا العمود سلطته من خلاله الضوء وبشرف وبفخر أن البحرين، حكومة البحرين قيادة وشعبا، لا تترى في المواطن الواحد البحريني الذي يمس بأنه استهداف للدولة كلها، لمنظومة الدولة والشعب البحريني ككل. فنحن قيادة وشعبا سنقف حائط صد منيع أمام تدخلات السلطات القطرية المؤسمة والتي تتخطى بها كل الأعراف، والتي تتخطى فيها كل المواثيق، والتي تتخطى فيها كل علاقات حسن الجوار.